بنوته طول النهار بتنزل سيلفيز ليها وشعرها طاير وشعرها كيرلي وقاعده فين؟ هي عايزه تقول بصولي هي محتاجه تقلها انت حلوه انت واوده انت تهبلي انت تجنني ما شاء الله عليكي فستان عليكي جنن انت سريعه تجنن طبعا قالت شوفوني هي مش حسب قيمتك. اي اداه في حياتنا ممكن نستخدمها للخير والشر. فكره ان السوشيال ميديا وحشه لا، بس هو انا بستخدمها ازاي؟ انا النهارده مثلا مع الاقي نفسي مبهور بفنان ولا فنانه، ليه حضرتك؟ لان انا مش موجود. الانبهار ده والاخذه دي ده اضطراب وبيعكس الا السوشيال ميديا جيده جدا للناس اللي عايزين يستخبوا. الانسان ما يكون عايش قيمته وعايش مبادئه وعايش ثوابته هيعيشها على السوشيال ميديا، هيعيشها على الارض، هيعيشها على القمر، مش فارقه هو فين، لان المنبع انا.